السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كبسولة علم. كلنا طبعا عارفين المشهد ده، وأغلب الناس خدت في المدارس السبب ليه الصوديوم بينفجر، لكن هل العلم لسه ما توصلش المعلومة جديدة عن سبب انفجار الصوديوم في المية؟ تابعوا معايا الحلقة دي وهنقول فيها آخر تطورات العلمية في الموضوع ده. ادخل بالإنترو. أولا، ما هو الصوديوم؟ الصوديوم حسب ما هو موجود في جدول الدوري هو عضو من أعضاء المعادن القلوية. الصوديوم والبوتاسيوم معروفين ان هم نشيطين جدا في تفاعلهم مع المية، بالاخص البوتاسيوم اللي بيتفاعل بالمية بينفجر انفجار اقوى بكتير جدا من الصوديوم. فخلينا ناخد واحدة واحدة كده، ايه اللي بيحصل لما الصوديوم بيتفاعل مع المية؟ صوديوم تفاعله المية بيبقى كالتالي: صوديوم مية بيتفاعله بيؤدي الى صوديوم هيدروكسيد وايه؟ وهيدروجين. بس ايه اللي بيميز التفاعل ده؟ ان التفاعل ده اكزوثيرميك. يعني ايه اكزوثيرميك؟ لازم اعرف ان في نوعين من التفاعلات، في تفاعل الاكزوثيرميك او ناشر للحراره، وفي حاجه تفاعلات تانية اسمها الاندوثيرميك او ماص للحراره. طيب امثله للنوعين دول من التفاعلات، عندك تفاعل اكزوثيرميك هو بالظبط حريق البترول. البترول لما بيتحرق مش بيطلع نار، النار دي طاقه ناشر للحراره. والسنين وسنين العلماء خلاص استقروا على نظرية او على فكرة، يعني ليه الصوديوم بيفرقع في المية؟ ان هو لما الصوديوم بيتفاعل مع المية بيعمل صوديوم هيدروكسيد، والهيدروجين ده بيطلع اكمن التفاعل ده بيطلع حرارة عالية جدا، فالهيدروجين بيروح ايه؟ مفرقع. لكن كان دايما في مشككين للموضوع ده ويقولك لا الكلام ده مستحيل يكون صحيح. وتعالوا معايا قدام البتاع الجميله دي ونشوف ليه هما بيشكوا. طبعا انا مش هجيب صوديوم حقيقي واحطه في الميه، لان المعمل هنا لو حصل فرقعه هيجوا بتوع السيفتي ويطردوني بره. لكن هنستخدم الفوم كمثال، ونكمل الباقي بالجرافيكس، يعني عشان برضو انا مش ناوي اطرد بره كوريا بصراحه. عايز اتخيل معايا كده ان حته الفوم دي هي الصوديوم، لمست خلاص سطح الميه. طيب الفكره بقى في ايه؟ ليه ناس بتشكك؟ بيقولك دلوقتي لما الصوديوم يلمس طبقة المية هيحصل ايه؟ هيحصل ان الصوديوم هيتفاعل، هينتج عنه طاقة او حرارة وهيدروجين. طيب الحرارة دي هتعمل ايه في المية؟ هتعمل بخار. طيب يبقى دلوقتي هيحصل ايه؟ هيحصل ان هيبقى فيه طبقة بخار وطبقة هيدروجين ما بين الصوديوم والمية، فبالتالي المية مش هتوصل لايه؟ لصوديوم كمان خلاص. فبالتالي بيقولك ان منطقيا ان خلاص مع الوقت بسبب ان بقى في طبقه من الغاز وطبقه من البخار الميه ما بين الصوديوم والميه، يبقى التفاعل مع نفسه هيقف. ليه بيكمل؟ ليه بيبقى عنيف؟ المفروض ان خلاص مع الوقت هيضمر والتفاعل هيقف، لان بقى في طبقه ما بينهم، وكل ما الطبقه دي ما تروح يبدا يتفاعل فتتكون طبقه، فيروح موقف، الطبقه دي تروح يروح مكون، وهكذا وهكذا وهكذا، لحد ما في سنه 2015 بالاخص يناير 2015 اتنشر بحث جميل جدا في النيتشر كيمستري، ودي من مجلة نيتشر، يعني حاجة جامدة جدا. باحثين من التشيك طلعوا نظرية جديدة بالأبحاث بالأدلة عن ليه الصوديوم بيفرقع في المية. وللعلم الموضوع ملوش علاقة خالص بالهيدروجين، حاجة خزعبلية كده فرمش سبحان الله وصلوا لها ازاي. يعني عمل ايه العلماء دول؟ جابوا بكل بساطة خليط ما بين الصوديوم والبوتاسيوم، خلطوهم ببعض بنسب مختلفة علشان يخلوا منه سائل، وراحوا حاطين نقطة من الخليط ده على ايه؟ على سطح المية، وصوروا اللي بيحصل بالتصوير البطيء قوي. المهم العلماء اكتشفوا حاجتين خطيرتين جدا 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 جدا، وهنشوف الحاجات دي في الاخر. هحط لكم الفيديو تشوفوا التصوير البطيء عمل ايه، بس خلينا نشرحها واحده واحده. لقوا حاجات جميله جدا. واحد، لقوا ان بعد 0.4 ثانيه لقوا ان اول ما الصوديوم والبوتاسيوم لمسوا الميه راحوا عاملين اشواك 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 جوه الميه. 2، ما بين 0.3 ل 0.5 لقوا ان النقطه اتغطت بطبقه لونها ازرق. ايه الطبقه الزرقاء الغريبه دي؟ جت منين؟ راحوا عملوا حاجه خطيره جدا، عندهم صور وفيديوهات لكن مش عارفين يفسروها. فروحوا عاملين ايه؟ راحوا داخلين يا معلم على الكمبيوتر وعملوا حاجه اسمها كمبيوتر سيميليشن او كوانتم ميكانيكال سيميليشن.
بكل بساطة راحوا عاملين ايه؟ راحوا حاطين 19 ذرة صوديوم على الكمبيوتر وحطوا حواليها ذرات ايه؟ مية، وخلوا الكمبيوتر بالحسابات الطاقة والانرجي والويفز والكلام ده كله اللي موجودة في كوانتم ميكانيكس يفسر ايه اللي بيحصل لو ذرات من الصوديوم قابلت ذرات من المية. اكتشفوا ايه؟ ان بعد حوالي كام بيكو ثانية على طول الصوديوم راح خسران ايه؟ الكترونية. اول الصوديوم ما بيخسر الالكترونية دي اللي بيحصل؟ الالكترونية دي بتروح فين؟ الالكترونية دي بيحصل لها حاجة اسمها السولفيشن او الذوبان في المية، المية بتروح واخدها. فلما المية بتاخد ذرة الالكترون دي بتقلب ايه؟ للون بنفسجي، مقلب قالب على ازرق والى اخره. طيب خسر الالكترون دخل في المية، حصل سولفيشن او حصل ذوبان الالكترون ده في المية، طيب ايه بقى اللي يحصل لذرات الصوديوم؟ ليه حصل انفجار؟ اللي حصل يا سيدي الفاضل ان لما الاشواك دي حصلت، كل الاشواك دي دلوقتي كلها شحنه موجبه. طيب شحنه موجبه وشحنه موجبه يحبوا بعض؟ لا، يبعدوا عن بعض. فاكمن الحاجات دي كلها بتحصل بسرعه مهوله جدا في اقل من ثواني، في بيكو ثواني. السيستم مش ستيبل، السيستم مش منتظم، السيستم مش مستقر. فيروح حاصل ايه؟ يروح يحصل الايه؟ انفجار. بيزقوا بعض بشكل يعني عنيف جدا وسريع جدا، فاللي يحصل يروح منفجر على طول على طول. وهنا دي بيسموها ايه؟ الظاهره دي بيسموها ايه؟ بيسموها ظاهره الكولم ايه؟ اكسبلوجن. كولم اكسبلوجن او انفجار كولم. طبعا انا بسطت الحلقه جدا 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 وما دخلتش في اي تفاصيل عنيفه في الموضوع. انت دورك دلوقتي يا وحش انك انت تكمل قرايه عن الموضوع ده، تقرا عن ايه كولم اكسبلوجن، تقرا ليه بيحصل خسران للالكترونه اللي على اعلى طبقه في الصوديوم. الحاجات دي انت لازم تجيبها مع نفسك. انا ممكن اشرحها بس دي مش متعه العلم. احلى حاجه في العلم انك انت اللي تعرف الحاجات دي بنفسك. انا حطيت لك الايه البيسكس، انت بقى يا حبيبي تكمل وتجيب المعلومات والتفاصيل دي كلها. لو وصلت لحد هنا فانت وحش وجميل وربنا يوفقك كده وتبقى عالم في يوم من الايام. عرفت المعلومه دي وعجبتك اتمنظر بيها بقى على اصحابك، وهتلاقوا المصادر الكلام اللي بقوله لكم ده في الديسكريبشن تحت عشان انا ما بجيبش كلام من دماغي. وادعمونا بقى بلايك كده جميل كده، وشير لشباب اصحابك، وسبسكرايب للحلقه لو انت كنت لسه، او سبسكرايب للبرنامج لو انت كنت لسه عامل سبسكرايب، وانتوا بتشوفوا بقيه الحلقات القديمه من معلومه على الهامش و و و و وتابعوني بقى على الحاجات اللي هتشوفوها على الشاشة، وأشوفكم الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.